حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه فاكل منها فجيء بها فقيل الا تقتلها قال لا فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم